حضرتك منورنا دلوقتي، ويمكن كمان التوقيت كمان مناسب جدا علشان نرجع يعني مع حضرتك بالذكريات ومذكرياتك مع القمه برضو، وفي نفس الوقت نخش بقى اكتر كده ونحاول نبص اللمسات الاخيره هتكون عامله ازاي، ولو في طبعا نصايح حضرتك هتوجهها للعيبه. نبدا بالذكريات كابتن شطه. ذكريات كتير قوي لو بدانا، يعني نبدا من الطفوله بقى. لا مش الطفوله، احنا هنتكلم عن هو طبعا ذكريات حضرتك كانت محتاجه مجموعه حلقات بس هنحاول نختزلها يعني. لا سريعا كده، انا كنت طبعا انا سوداني الاصل طبعا، مولود في السودان واهلي كلهم في السودان واخواتي، والحقيقه الوحيده اللي انا جيت مصر هنا للدراسه واني العب في النادي الاهلي. اللعب في السودان والمدرسه والجامعه ده كان فتره محدوده، وكنت حقيقه فيها متميز جدا. فبالتالي لما انتقلت للنادي الاهلي وجدت يعني الفرصه المناسبه لانه احقق طموحاتي يعني. والحمد لله الحقيقه دخلت النادي الاهلي سنه 73 في 6 اكتوبر، ودخلني الحقيقه عم عبد البقال الكشاف المعروف، واستقبلني في المطار حقيقه وجابني النادي الاهلي. ومن حقيقه من الاشياء الظريفه ان هو يعني انا فضلت في المطار اخر واحد في الطياره، مش لاقي حد يستقبلني، فكان متوقع يلاقي واحد اسمر طويل سنانه بيضة وحاجه كده سوداني. فلما لقيت نفسي قاعد لوحدي بدور، هو لقاني بدور سالني قال لي في حد معاكم في الطياره ده اسمه شطه؟ فطبعا انا قلت له انا شطه. قال لي انت شطه؟ فكان حقيقه مستاء جدا انه يلاقي واحد لعيب كوره جاي يعني بهذا الحجم يعني. وخدني الحقيقه واداني كمال بيه حافظ الله يرحمه، طبعا كان وكيل النادي الاهلي في ذلك الوقت. واول مره اخش النادي حديقه الخالدين اللي هي حديقه النادي القديمه اللي هي عند صاله راتب. طبعا ده مكان يعني يعتبر من اعرق الاماكن الرياضيه في مصر كلها. ما انساش اللحظه دي طبعا. وبعد كده لعبت في النادي الاهلي، وربنا وفقني مع هيدوكوتي الذي استطاع ان يشفي مواهبي ولعبني في النادي الاهلي حقيقه. وانا حقيقه حرصت ان ابقى في النادي الاهلي طول ما انا موجود في مصر هنا، وتزوجت في مصر وقعدت في مصر هنا، والان انا مقيم في النادي الاهلي، قصدي مقيم في مصر يعني، بعتبر النادي الاهلي ده مصر بالنسبه لي. فدي باختصار شديد جدا رحلات يعني، لو عايز تفاصيل بقى انت اللي هتسال فيها بقى. والله يا فندم يعني هو الحقيقه حضرتك مليان تفاصيل، احنا بنتكلم على تاريخ الحقيقه مشرف جدا ده يعني. حتى لو وقفنا عند تفصيله الاسماء اللي حضرتك عاصرتها ولعبت معاها او لعبت ضدها او لعبت تحت قيادتها، فمش عارف حضرتك ذكرت من ضمن الاسماء كابتن هيديكوتي، برضو عايزين نعرف ذكرياتك معاه ومع كابتن صالح سليم. والله هو هي انا طبعا اول واحد قابلته في النادي بعد كمال بيه حافظ هو الكابتن صالح سليم. لانه كابتن صالح سليم طبعا يعني بالنسبه لنا طبعا كان لاعب كوره يعني يعتبر من النجوم والاساطير اسطوره. ونحن طبعا في السودان بنسمع على النجوم يعني، يا دوب كده ما كانش في الاعلام وما كانش في السوشيال ميديا. فيعني انا اعرف كابتن صالح سليم، ونعرف بقى انا اعرف صالح سليم من سليمان فارس. سليمان فارس ده كان لاعب في الخمسينات سموه السد العالي. السد العالي ده اطلق على سليمان فارس لما لعب في النادي الاهلي سنه 56. كان حقيقه من 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 افضل اللاعبين السودانيين اللي كابتن صالح سليم قال لي انه ما شافش زي هذا اللاعب. اللاعب ده عرفنا بكابتن صالح سليم في السودان لانه كان مدرب ودربنا في الانديه السودانيه يعني. فعرفت كابتن صالح سليم لما قابلته الحقيقه يعني. قال لي يا شطه، وطبعا ما كانش يعرف انا اسمي. قال لي يا عم منعم وقتها. فقال لي انا سمعت عنك كلام كويس قوي من بعض النجوم الكبار في السودان، منهم امين زكي. هذا كان كابتن السودان سنه 70 لما السودان خد بطولة افريقيا، وكان بيلعب في النادي الاهلي مع كابتن حسن حمدي والشربيني والمجموعه دي سنه 71 72. فكلموا عني، قال له كابتن صالح اللعيب ده كويس قوي، يا ريت تخلوا بالكم منه، يا ريت تشوفوه، يا ريت تدوا فرصه. فدي اول مره قابل فيها كابتن صالح سليم. وحقيقه كلامه ليا كان كلام مهم جدا. ليا شطه، اللاعب الكويس مش محتاج لواسطه. اللاعب الكويس مش محتاج لواسطه، انت انزل الملعب واثبت وجودك. مفيش حد بيجي باسمه وبشهرته عشان يلعب. الاسماء ما بتلعبش لحد، المجهود والعطاء واللعب هو اللي هيخليك. وفعلا كانت حقيقه بالنسبه لي ان انا لما الدكتور شافني ما كانش مقتنع بيا تماما. قال لا يعني انا جسمي صغير الحقيقه. جيت وسط العمالقه، كان في نص الملعب محسن صالح، سمير حسن، صفوت عبد الحليم الله يرحمه طبعا، جه مختار، جمال عبد العظيم. مجموعه كانت من اللعيبه حقيقه، مش عايز اتكلم، انا مش عايز انسى حد، محمد عامر. فكانت مجموعه حقيقه، محسن صالح وكابتن طاهر الشيخ جابوه من كندا لو تفتكر سنه 72 73. فلقيت نفسي بقى، قال لي يا شطه عندك كميه من اللعيبه كبار جدا موجوده في النص وسط الملعب، يجب عليك انك انت يعني تبذل مجهود كبير عشان تثبت وجودك في تلك الفتره. طبعا طبعا حرب اكتوبر عطلت الدوري شويه، فكانت في زي اختبارات لينا كلنا. فحقيقه انا وفقت ان تم قيدي
لما هي لقاني في التدريبات والمباريات الوديه والمجهود اللي انا كنت بعمله الحقيقه مجهود كويس قوي، ولولاه دكوتي ونظرته ليا اي مدرب اخر ما كانش هيختارني، لانه اختار فيها بعض الميزات اللي طورها بعد كده ووظفها توظيف خلاني انا يعني لعبت في النادي الاهلي 8 سنوات او 9 سنوات بصفه مستمره في ظل وجود العماليق الكبار دول.